أخطاء بعض الناس إذا بيلبس الحذاء يلبسه هو واقف، من السنة أنك تنزل وتلبس حذاءك وأنت نازل جالس. فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من الأخطاء الشائعة، نبهوا الناس وطبقها أنت أول واحد وخلي الناس تشوفك. كثيرا وعلى نياتكم ترزقون. الإشكال أن بعض الناس تظنها آية أو يمكن حديث، ليست آية ولا حديثان. لو قالها هكذا لا حرج، لكن تقول قال الله تعالى أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا محرم ما يجوز. حتى أنا قرأت كاتبين قال الله تعالى وعلى نياتكم ترزقون. أعوذ بالله. الأمر الآخر، قد تكون نيته أطيب مني ومن كثير من الناس، وما رزق يعني نيته ما هي طيبة. أما الاعتقاد على نيتك ترزق هذا غير صحيح. ونصيحة، لا تنشر أي معلومة حتى تتأكد من صحتها عشان ما تأخذ إثم بدال الأجر. بعض الناس يقول يا أخي أكثر الناس يقولون، ماذا قال الله تعالى؟ يقول الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. مو مقياس الكثرة، مقياس الدليل والحق.